وبالعودة لموضوع تمرين حرس المملكة واحد ولإلقاء المزيد من الأضواء، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة اللواء الدكتور يوسف وصال، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. دكتور، بطبيعة الحال أكثر من رسالة حملها تمرين حرس المملكة واحد، في مقدمتها تسجيل معدل متميز من الاستعداد وأيضا من الجاهزية بين القوات المشاركة فيه. كيف يمكن البناء على هذه النوعية من التمارين دكتور؟ أولا أحيي سيادتك وحضرات السادة المشاهدين. الحقيقة أنا تابعت هذا التمرين وهو يمثل أداء أمني علمي بشكل راقي وشكل متميز. كان الفكرة أن احنا كيف نواجه هجوم إرهابي أو عدواني أو أعمال عنف ضد مجمع السيف التجاري. شاركت في هذه الخطة الوحدات المتخصصة والقوات المتخصصة، قوة دفاع البحرين، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، وشاركت أيضا النيابة العامة البحرينية باعتبارها مشرع قانوني. هون أن احنا استطعنا أن احنا ننسق من هذه الجهات بما لها من إمكانيات وقدرات بشرية وقدرات لوجستية بهذا الشكل الناجح، ده يعتبر خطوة علمية لارتقاء مستوى الأداء الأمني بصفة عامة، خاصة في ظل وجود تحديات ومخاطر تحيط بهذه المنطقة. لأن البحرين في الحقيقة جزيرة للتجارة والثقافة والمحبة والسلام، وهي ككل المناطق مستهدفة، وطبعا معروف لدينا جميعا خلفيات ذلك. صحيح. في سياق ما ذكرته دكتور، وعذرا لمقاطعتك، يعني مكافحة الإرهاب لم تعد تحتمل الانتظار لحين وقوع الجريمة، وإنما هناك تدريبات وهناك استعانة بالتقنيات الحديثة ووضع خطط مسبقة لها. ماذا يمكن أن يضيف التدريب المتطور في تعزيز أداء يعني قوات مكافحة الإرهاب؟ احنا اولا بنعتمد على المعلومات الاستباقية، لأنها وسيلة حقيقية للتجنب والردع. يعني لا ننتظر حتى يقع عمل إرهابي أو عمل عدواني أو عنيف ضد إحدى المنشآت، وإنما المعلومات الاستباقية تساعدنا على أن إحنا في الوقت المناسب نستطيع أن نرد هذا العمل العدواني. ده أيضا لابد أن يكون لدينا رؤية، لابد أن يكون لدينا خطط. يعني نفترض كما حدث، إذا حدث تجاوز أو حصل اعتداء على هذا المكان أو هذه المنشأة، ماذا ما الإجراءات التي لدينا؟ ما الخطة الموجودة؟ وكيف نوزع هذه الخطة على الجهات المشاركة أو الجهات المعنية والمختصة؟ إذا التدريب في الحقيقة استكمال التنسيق واستكمال الاستعداد، وأهم حاجة حسن التنسيق وحسن المواجهة في الوقت المناسب، واتخاذ القرارات الميدانية للقرارات المناسبة في الوقت المناسب. ده عمل فني جدا. يبقى معلومات، يبقى تخطيط، يبقى في خطط بديلة، يبقى في تنسيق بين القوات، وحاجة مهمة جدا اللي هو الدعم اللوجستي. عندنا يكون لدينا من المعدات ومن الخبرات استخدام هذه المعدات الشكل المميز أو الأداء المميز والقدرات العالية التي تستطيع أن تصد أي عمل إرهابي أيا كان الآليات التي يستعملها. وكذلك أيضا الاستعانة بالتقنيات الحديثة، هذا أهم جدا. أيضا التدريب المستمر، التدريب يرفع الكفاءة، يجعلنا عندما ينتهي التدريب نقيم أدائنا سواء من الإيجابيات أو السلبيات أو الدروس المستفادة، بحيث دائما كل تدريب يعلو التدريب الذي يسبقه. هذا هو الأسلوب العلمي. وأنا لما تابعت الحقيقة التمرين بالتفصيل أجد أن وحضرت أنا شخصيا في العام الماضي، وأجد أن هناك تقدم ملحوظ وارتفاع في مستوى الأداء، مستوى الحركة، مستوى اتخاذ القرار، مستوى المواجهة. الحقيقة هذا شيء يجعلنا نثق في هذه القوات التي تتطلق بمهام كبيرة جدا في ظل هذه الظروف المحيطة. إذن اللواء الدكتور يوسف وصال، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، شكرا جزيلا لك.